في الجغرافيا كما في السياسة، لزيارة البطريرك الماروني ماربشارا بطرس الراعي إلى أبرشية سور المارونية أبعادها، فهي باتت أشبه بالموعد المنتظر لرصد مزيد من المواقف التي سيطلقها من الجنوب وتحديدا من القرى الحدودية. أما البداية فمن سور، والمحطة الأولى ساحة سراي سور، حيث ألقى كلمة دعا فيها المسيحيين والمسلمين إلى بناء الشركة والمحبة معا، مطالبا السياسيين بإصدار قرارات من شأنها توحيد الشعب. نحن نطلب منكم تعملوا بالقرارات السياسية ما يوحد شعبنا أكثر وأمن حضوره أكثر وكرامته أكثر حتى ينحمى لبنان بسقفته ومثاله الوطني عايش المشترك الإسلامي المسيحي. أما إقليميا فأعرب البطريرك عن التضامن مع كل العالم العربي الذي يعيش آلام المخاض، مطالبا المسؤولين بتأمين الحرية والعدالة والسلام. ومن ساحة سراي سور إلى كاتدرائية سيدة البحار المارونية. أحيي الشهادة التي تعيشونها، شهادة العيش معا، التي إذا دخلنا في أدبياتكم وجدناها شركة حاملة المبادئ الكبيرة. ما زلتم أنتم تعيشونها، تجسدونها، وعلى المستوى الفكري قادها ابن هذه المنطقة الإمام موسى الصدر. وإلى قانا حيث الأعجوبة الأولى للسيد المسيح توجه البطريرك، حيث استقبلته الحشود في ساحة أضرحة شهداء قانا. وفي ساحة كنيسة البلدة ألقيت كلمات أبرزها للسيدة رندا بري التي شددت على أهمية الوحدة وإزالة أعباء اغتصاب الأرض. بدوره تحدث البطريرك فنوه بمشهد الصليب والهلال مجتمعين. نحن في مهد لبنان، يكفي أن نتطلع إلى شعار قانا لنقول وأمامنا الصليب والهلال، ما أجمل المسيحية والإسلامية إذا اجتمعا. هذه هي المسيحية والإسلام، مدعوة للتبديل والتحويل والتغيير بشهادة الدم التي هي رسالة الحق. المسيحية والإسلام لن ينفصلا في بناء مجتمع واحد متوازن. ومن قانا إلى حفل غداء تخللته كلمات لحزب الله وحركة أمل أثنت على مواقف البطريرك. لقد قرأنا في هذه المواقف الجريئة والوطنية ليس موقفا سياسيا ظرفيا، إنما اعتبرناه رؤية وطنية تصلح لنتلاقى كلبنانيين، لنجدد تمسكنا بالثوابت التي تحمي وحدة العيش المشترك، بل العيش الواحد، والتي تقي لبنان شرور المشاريع التي تسعى بكل الوسائل حتى لو أدت إلى تفتيت المنطقة إلى دويلات مذهبية وطائفية، خدمة لأصحاب السيطرة وحماية للأمن الصهيوني. كم نحن بحاجة في هذه الأيام إلى أمثالك، إلى الذين يطلقون منطق الوحدة، منطق العيش، منطق أن نتقارب مع بعضنا البعض، لأننا نؤمن إيمان مطلق بأن لبنان هو الوطن النهائي لجميع أبنائه. أما البطريرك فحيا في كلمته القوات الدولية العاملة في الجنوب، مؤكدا أن زيارته إلى المنطقة تأتي في إطار إحياء الميثاق الوطني. أنا قلت أكثر من مرة أن دوري كبطريرك ودورنا ككنيسة أن نكون مع الجميع من أجل الجميع. أما ما يختص بالخيارات السياسية والقرارات السياسية اليومية فهي في يد الذين كرسوا نفوسهم وأوقفوها لخدمة العمل السياسي. ومن قانا إلى علم الشعب، حيث زار البطريرك كنيسة سيدة المولد، وهنا أكد الصلاة من أجل الاستقرار والجنوب والقوات الدولية والسلام في العالم العربي.